توافدت أعداد كبيرة من السياح إلى أرخبيل جزر فارو الواقعة بين اسكتلندا وإيسلندا لمشاهدة الكسوف الكامل للشمس هذا الجمعة، لكن الغيوم خيبت أمالهم من التمكن بالتمتع بهذا الحدث الفلكي المميز هنا. التوقعات الجوية أشارت إلى أن الطقس قد يكون أفضل بكثير في جزر سفالبارد بالقطب الشمالي، حيث يأمل المتابعون لهذا الحدث أن تكون الرؤية أوضح. يقول هذا السائح الفرنسي: قد لا نتمكن من رؤية أي شيء، فقد ظل القمر القادم نحونا من الشرق إلى الغرب في أكثر من 1000 كيلومتر بالساعة، وهذا قد يكون الشيء الوحيد الذي سنراه إذا كان الطقس غائما كما هو الحال اليوم. فيما يقول آخر: هناك احتمال أن يكون الطقس غائما، لذا فإننا نبحث عن أفضل موقع في الجزيرة لنلتقط الصور لهذا الحدث المميز. الكسوف سيكون كليا على مستوى أرخبيل سفالبارد النرويجي وشمال المحيط الأطلسي مرورا ببحر النرويج. أما بالنسبة للدول العربية فسيكون أكثر وضوحا في دول شمال أفريقيا وخاصة المغرب العربي، أما عن باقي الدول فسيكون ملاحظا ولكن بدرجة أقل.